it seems a little bit out of character to have this in a beautiful place like that. But at our age, it was nice to come back on the electric car. It's great. It offers a good opportunity for people depending on a wheelchair, also to come to this magnificent place. And I'm very happy that this possibility is given. هلا المشكلة اللي كانت زمان إنه كان نظام العربيات الخيل يعطى على الدور لمدة 6 أشهر، فالشخص اللي بيشتغل بده يعني يستغل هذا الخيل في خلال 6 أشهر، لأنه كل ما اشتغل زيادة بيجيب دخل زيادة، وبالتالي كانت في الممارسات السلبية في موضوع استغلال السائق وفي موضوع إجهاد الحيوانات. نظام العمل الحالي الملكية صارت للجمعية العامة للخيول، يعني الدخل اللي بتجيبه السيارات للجميع، والسايق بأخذ راتب. الكهربائية الآن تختلف عن العربية. أنا أول شيء العربية كانت تحمل ركاب 2 فقط، زوار 2، الآن هاي فيها 5 مخصصة أنها تنقل 5 زوار. من ناحية راحة للسائح أفضل، خدمة أفضل، برضو لكبار السن اللي كانوا أول محرومين من أنهم ينزلوا البتراء، فالآن بإمكانهم أنهم ينزلوا للمعاقين. احنا الان بنقدم خدمه مجانيه للمعاقين عليها، والحالات الانسانيه بنقدم لهم خدمه مجانيه حتى يتمكنوا انهم يزوروا البتراء.